وليه تخلق مصالحة وطنية بين الموريتانيين، وليه يسوى الإرث الإنساني، وليه القراية والموظفين والجنود والرتب الصغيرة من الأسلاك الأمنية والعسكرية والأسلاك المدنية لين زادوا خلاصاتهم، ولي ينضرب على أيدي السراق تسرجع الفضة اللي سرقوا، ولي تثمر هوناتية، ولي ينقفلوا أبواب التبديد المال العام. ولي يرسموا اللغات الوطنية لي لانغ اوفيسيال لي ناقض السلطة، اللغات الوطنية لي عودوا ولوف سونينكي بولار عرب، والحسانية فيها قول بين وحدين يعرفوا لا الحسانية، من هم انا هذا جاكم من فرنسا لا الحسانية.